هلا وصلنا سلمى لأولى فقراتنا اليوم، ورح نحكي أكيد عن أهم الاستثمارات. فاستثمار عقل الإنسان هو من أهم الاستثمارات، لذلك برزت أهمية وضرورة التعليم التفاعلي الذي يعمل على تصميم الوسائل والمنظومة التعليمية لتتوافق مع الطريقة الجيولوجية الطبيعية، وتعمل أيضا على نقل المعلومات إلى أجزاء الدماغ أثناء عملية التعليم، ويطلق على هذه العملية اسم دائرة التعليم. للإضاءة أكثر على هالموضوع معنا الاختصاصية الاجتماعية رندا علي ديبي. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير رندا، عن جديد أهلا وسهلا فيك. نور. يعني مثل ما حكينا بالمقدمة أهم الاستثمارات، خلينا نفهم أكثر عن التعليم التفاعلي. دائما فكرة وجود الطفل من بدايات تعليمه واستكشافه لحتى ما يصير هو بدور هو اللي عم بيعلم غيره، دائما هاي الفترة كلها بتكون أوج الفترة العمرية اللي بيكتسب فيها المعلومات وبيبني شخصيته. لهيك نحن بنركز على عمليات التعليم لأنه هي الأساسية اللي بتخليه يبني شخصيته ويبني مو بس دائرة التعليم، يبني الدائرة الاجتماعية ويبني الدائرة النفسية الصحيحة له. فلهيك نحن بنركز بالأساس على عمليات التعليم. لما أنا بقول تعليم تفاعلي فأنا بقول طريقة التفاعل بين الطفل والمحيط اللي عايش فيه، ومع كيف طريقة تعامله مع المادة العلمية اللي بده يكتسب منها الخبرات والمعلومات، وكيف بده يوظفها لبعدين بحياته وبالدوائر الثانية اللي هي غير دائرة التعليم. لهيك فنحن بغض النظر عن العمر نحن دائما بنكون عم نتعلم وبدنا نعلم، فنحن لازم نحط على جنب دائما فكرة انه بتعلم وبعدين بعلم. لازم يكون علم طفلي يستكشف، علم طفلي يتفاعل مع المحيط اللي هو فيه عن طريق حواسه لحتى يقدر يبني عملية تعليم ويعلم نفسه، وبعدين يصير يقدر يحط معلوماته بخبرات جديدة. فهذا بيكون تفاعل بين المتعلم وبين المادة العلمية وبين المحيط اللي هو عايش فيه. طيب رندا، هون يمكن بيخطر على بالنا سؤال انه شوي نحكي بتفصيل اكثر، شو هي مراحل دائرة التعليم؟ دائما دائرة التعليم هي عبارة عن الحواس اللي نحن منها بنكتشف المحيط اللي عايشين فيه، وبناخذ كل هالاستشارات الحسيه سواء بالسمع، بالنظر، باللمس، حتى لما بدي اتذوق شيء او حتى شمه. فلما الطفل ببلش يكتسب هاي الخبرات بحواسه حينتقل لمرحله ثانيه اللي هي مرحله انتباهه لهذا المثير وتركيزه، بعدين كيف بيحتفظ بالمعلومه. هي كلها دوائر أساسية نمائية لإخلق دائرة الأساسية للتعليم لانتقل بعدها للناحية الأكاديمية. ففي جوانب تانية بدائرة التعلم هي خليني أقول لك الأساسية المساهمة بعملية التعلم اللي هلأ بنحكي فيها بتفصيل أكثر، اللي هي الأهل والطفل والمادة العلمية والمدرس أو الشخص اللي عم بيعلم أو عم بيشرح هاي المادة العلمية. يعني رندا، لما بنحكي عن الوسط المحيط بالطفل، اول شيء يمكن بيخطر لنا البيت والمدرسه. يعني بالمدرسه قد ايه ممكن يطبق هذا التعليم التفاعلي، وقد ايه فعلا الولد عم يستفيد وعم ناخذ نحن نتائج من هذا التعليم؟ للاسف السائد انه في لازم المدرس يعطي هو لازم يكون في 100% تعلم، فهو بيكون 80% على المدرس و20% على الطفل. اما بالتعليم التفاعلي والتعليم الصحيح اللي لازم يكون ثابت لبعدين، هو العكس، يكون ال 80% خارج الصف جهد المدرس، ويكون بس تفاعله بقلب الصف هو بس العشرين بالمئة، ويكون الثمانين بالمئة هي للطفل. هو اللي يكون بس نحن منعطيه مفاتيح استكشاف، مفاتيح البحث، لحتى هو يقدر يبني هالبناء المعرفي الأساسي للاحتفاظ بالمعلومة وحتى بخبرات جديدة. طيب رندا، بما أنه حكينا شوي عن هاي المفاتيح، يمكن المدرسين هلأ صاروا يخضعوا لكثير من الدورات للتعليم التفاعلي، ويمكن صار مفعل بكثير من المدارس عنا، ولكن الأهل اللي هنا مثل ما قالت فرح كمان هن اللبنة الأساسية، هن البيئة الأساسية لنمو الأطفال عنا، شو هي الأدوات أو العناصر ممكن يتعلموها ليساعدوا ويكملوا دور المدرسة بهالعملية؟
أهم شيء بحكي على الجانب الاستقلالي للطفل، دائما أنا حمله مهام معينة ومسؤوليات معينة يقوم فيها لحاله، ما يكون طفل اتكالي. هذا بيحفز عنده الحماس والدافع للتعلم واكتساب المعلومات الجديدة. في نقطة أساسية بيتبعوها الأهل كله، أنا كتير بحب ألفت نظرهم عليها، أنه نحن لما بدنا نحكي على التعليم بشكل عام نحن بنكون عم نركز على المادة العلمية وليس على تحصيل العلامات فيها. فدائما العلامة هي محفز للحصول على المعلومة والتعلم وليس العكس. اللي عم بيصير انه عم نزرع فكرة بأطفالنا سواء كمدرسين او اهل انه قديش جبت علامة، هي بيصير هو بيبحث بطريقة كسب المعلومة اللي بدها تجيب له علامة اكثر. تماما. فهذا ما بيعطي بوادر لمستقبل لحياة علمية وثقافة، ما بيزرع الثقافة بالطفل ولا حب التعلم، بيزرع فيه كشخص حب أنه أنا ما بقدم شيء لأخذ مقابل. فهذا حتى بالجانب الشخصي والنفسي له ما له كتير صح. فيفضل دائما نحن نشوف جهة طفلنا بيحبه للتعلم ويكون المحفز اللي هو العلامات او قد ايه جاب علامه، هو يكون هذا تشجيع له ليجيب معلومه، مو بالعكس، مو انه ليجيب علامات فلازم يدرس، بالعكس لازم يدرس وينمي ثقافته ليبني شخصيته مو ليبني علامه بالاخير. يعني رندا اليوم وسائل كتير حديثة ومتطورة للتعليم، لاستكشاف، لنمي كتير روح عند الطفل، بيكتسب منها خبرة التعامل مع الأطفال المحيطين وأيضا يطور مهاراته. لكن اليوم نحكي عن 7 سنين حرب، فقد فينا نقول اليوم فعلا الطفل قادر من خلال الوسط المحيط، الكوادر الموجودة، فعلا يكتسب كل هاي الأشياء الجديدة والخبرات؟ وأيضا اليوم بتحسي رندا أنه المدارس فعلا قدرت تأدي دورها، أو اختصرت بس أنه يا دوب نحن نوصل المعلومة وننجح التلميذ من صف لصف؟ في فكرة الأساسية بالنظام التعليمي خصوصي عنا وخصوصي بهال7 سنين الصعبين اللي مرينا فيهم، هو إنه ما عاد في منفذ للطفل لأنه يروح بنشاطات خارجية. فكان كل الاهتمام مصبوب على هالمكان المغلق اللي هو المدرسة اللي هو الأأمن لأني أنا حط طفلي فيه. فهون كان في بالعكس كان في كتير بوادر لتطور التعليم وتطور الوسائل الترفيهية، لأن نحن كنا بمكان محدود بنشاطات محدودة بمواد محدودة. فهذا كتير طور، رغم أنه 7 سنين صعبين، ولأن بس يعني ما كانوا حاجز ولا مانع لأي شخص لأنه يقدر يطور هالمواد البسيطة ليشتغل على التعليم التفاعلي أو يرفه الطفل بطريقة تعليمية وجيدة. وكان في كان في مشكلة مادية بمعظم العائلات، كان في كتير مبادرات تطوعية كمان كانت تشتغل على التعليم التفاعلي، كمان كانت كتير لها جانب إيجابي بهاي الفترات، مو بس طور الطفل، طور كمان الأشخاص اللي عم بيقوموا بعملية تعليم هالأطفال، صار عندهم حافز أكبر لأنهم يبحثوا ويجيبوا أفكار جديدة لحتى بإمكانيات قليلة ليطبقوها. وهذا كتير شيء أساسي لتنمية التفكير عند الطفل، أنه أنا من مواد بسيطة أقدر أعطي شيء يسليه لفترة معقولة، بعيدا عن مثل ما بنحكي دائما عن التلفزيون وعن الموبايلات وعن الوسائل الإلكترونية، رغم أنه في شيء دائما بنقول بالبرامج اللي على الكمبيوتر وهيك، انه في برامج تعليميه تفاعليه كمان نحن فينا كمان نستفاد منها بجزء بسيط ومحدود وتحت اشرافنا، فكمان حيكون شيء ايجابي اكيد. يعني رندا عم نشهد بهي الفتره، يمكن خصوصا مع فتره الصيف، عوده المخيمات المعسكرات. من فتره كان في معسكر بلودان للمرحله 9 وايضا للبكالوريا. خلينا نقول قديش بتساهم يمكن هاي النشاطات بالتعليم التفاعلي؟ صرنا نرجع نشوف الشيء اللي تربينا عليه نحن وصغار، هلأ مرة تانية عم نرجع نشوفه، يمكن هاي فينا نعتبرها من عناصر التعلم التفاعلي؟
طبعا، لان احنا في اي شيء عم نخلي الطفل نحطه او كمراهق او كشاب عم نحطه بجو يقدر هو يكون مستقل بنفسه لحتى يقدر يستكشف. دائما نحن بالبدايات عمرنا بنبدا بالاستكشاف لنتعلم، بعدين بالمراحل المتطوره هو البحث عن المعلومه وكيف فينا نستفاد منها. فهذا كله بينمي الجانب التعليمي، بينمي الجانب النفسي، بينمي الجانب الاجتماعي، وبيعطي فرصة ومساحة تحت إشرافنا نحن كناس مسؤولين عن هاي النشاطات، إنه نبعدوا عن سلطة البيت اللي هي بجزء بسيط سواء أو كان كبير. هي بتكون معرقلة أحيانا، نحن من محبتنا لأطفالنا ومن اهتمامنا الزائد فنحن بنحرمهم من هذا، من هاي الاكتشاف ومن التعلم التفاعلي. فلما أنا بحطه بمخيم بكفي أني أنا عطيته فرصة أنه أنت حتتطوع بمكان أو تاخد شيء بدون ما تاخد مقابل. أغلبية الموجودين هنا من عمرك، رفقاتك؟ تمام، من نفس العمر. دائما أنا اللي عم بيعلمني وأتعلم منه وعلمه هو من عمري بكل محبة وبكل صداقة، فهذا دائما بيزرع الثقة بالشخص وشيء كتير إيجابي. نعم. يعني كمان رندا، إذا بدنا نبعد شوي نحن عن التعليم، أهمية هذا التفاعل بين الطلاب قد ايه بتشوفي إنه هو في نوع من الإصلاح النفسي، يمكن الغير مباشر، بدل ما مثلا يكون في فعلا أصحاء نفسيين أو في مراجعة لأطباء؟ دائما الولد يمكن بيتعلم وبيكتسب صفات الصديق، ويمكن حتى الوسط المحيط عم بيأثر فيه، فقد ايه بتشوفي إنه هذا التعليم التفاعلي بيأمن جو من الطمأنينة، خلينا نقول، وراحة البال ونوع من إعادة إصلاح الطفل لكل تعرض له ممكن؟ الملاحظ انه دائما نحن كاشخاص بنجذب لنا الاشخاص اللي مثلنا. فحتى الاطفال بتلاقي لما بيكون في انسجام بين مجموعه معينه او بين طفلين، هن بيكونوا بيتمتعوا بصفات او بتكمل بعضها او بتشبه بعضها. فهذا كتير منيح، لأن أقدر أشوف طفلي أو طالبي وين نقاط القوة عنده وين نقاط الضعف، وكيف فيني أدمج المجموعات، خاصة مثل ما حكيتي بالجانب التطوعي. فأنا بعرف أنه هذا الطفل عنده نقص معين بشخصيته هون موجودة عند الطفل الثاني، فأنا بحطهم بمجموعة ثانية، فأكيد حيكونوا بما أنهم بنفس العمر دائما حيكون في شيء مشترك، فهذا بيعدل شخصياتنا كلنا، حتى نحن بيعدل شخصياتنا وبيعلمنا كيف نتبادل وكيف نكمل بعض وكيف ما في شخص كامل وما في أي شيء نحن عنا نقص فيه ممكن يكون حاجز بحياتنا. بالعكس، هو حيكون دافع لنمي الشيء المميز الثاني عنا ونشتغل عليه ونفيد غيرنا فيه كمان. أكيد، يعني مجموعة من النصائح، إن شاء الله يا رب كل اللي يكونوا عم بيتابعونا استفادوا منها. نشكرك على وجودك، الأخصائية الاجتماعية رندا ديب، دائما هيك بتمدينا بكثير من المعلومات. شكرا كثير لكم. شكرا لكم، شكرا للاستضافة. شكرا لك.